معانا عبر الهاتف الان الكونغولي عبر سكايب الكونغولي كامونجو كاسونجو لاعب نادي الزمالك السابق وبولوسبور التركي الحالي. كامونجو صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. وجودك في نادي الزمالك في الفترات الماضية كان وجود غريب شوية، تتألق تمشي، تتألق مرة أخرى تمشي، ليه دايما كانت علاقتك مع نادي الزمالك ما فيهاش استقرار حتى مع وقت تألقك مع الفريق؟ إنها الحياة وسنة الحياة. أنا أقوم بعملي كما يجب وشاركت مع الفريق وخدت مسيرة رياضية معهم، لكن هذه هي الحياة. الفترات الماضية مع نادي الزمالك شايفها أو تقيمها إزاي؟ شايف أنك أديت مع نادي الزمالك بأفضل حال؟ شايف أنه كان فيه أفضل ممكن تقدمه؟ شايف أن أنت كنت محتاج تشارك بشكل أكبر؟ شايف إصابات ممكن تكون منعتك؟ ايه الوضع او تقييمك لمرحلتك مع نادي الزمالك؟ انا في مسيرتي مع الزمالك انا كنت على اريحيه كامله وكنت بعلاقه جيده جدا مع المشجعين، وكانت فتره رائعة بالنسبة لي وأتذكرها جيدا حتى الآن. أنا كل ما يربطني بالنادي هي علاقة جيدة ولم يكن لدي مشاكل مع أي طرف. علاقاتك مع نادي الزمالك أو مع اللاعبين في نادي الزمالك وقت تواجدك مع الفريق، مين كان أقرب اللاعبين ليك ومين كان أكتر اللاعبين اللي كانوا بيحاولوا ينصحوك دايما بالبقاء مع نادي الزمالك؟ العلاقة، أنا لدي علاقات جيدة جدا معهم جميعا، وأيضا أنا أيضا لدي علاقة جيدة بالجماهير، وأنا مع تقريبا مع جميع اللاعبين أتحدث تليفونيا معهم، وأبا جبل وشيكابالا، وأتحدث مع جميع زيزو وأي لاعب آخر. أنا لدي علاقات جيدة جدا معهم، وأؤكد أننا غادرت في ظروف جيدة ولم يحدث لدي مشاكل مع النادي، وأنا بالفعل لدي علاقة جيدة مع النادي أيضا وليس مع اللاعبين فقط. عظيم جدا أنت قلت أن علاقتك جيدة مع النادي، عشان أسألك كل أمورك الإدارية والمالية انتهت مع نادي الزمالك؟ عشان كنا نسمع دايما على مشاكل مالية بينك وبين نادي الزمالك، الأمور دي انتهت على خير؟ ليس لدي مشاكل مع الفريق الآن ولا مع النادي، وكان في بعض الأحيان كان لدي مشكلة بسيطة وتم تسوية كل الأمور، وليس لدي مشاكل معهم. أنا الآن وأنا أحدثكم أتابع الفريق الزمالك جيدا وأشاهد جميع مبارياته، وأنا أكبر مشجع لنادي الزمالك أيضا. رأيك إيه في المستوى اللي بيقدمه نادي الزمالك في الفترة الأخيرة خاصة بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ بالنسبة لي جميع الفرق يحدث لها ذلك ويوجد فيها تغييرات، وهذه هي الأمور تسير كذلك، وأنها لا تسير دائما على بشكل جيد، ودائما ما تجد أن الفريق يشغل منصب مكانة متميزة ثم يعود ليحدث بعض المشاكل في بعض الأحيان. ولديكم المدرب الآن جيد وهو يعرف كرة القدم جيد ويعرف الفريق جيدا، وإن وضعنا نفسنا مكان اللاعبين سوف نؤدي بنفس الطريقة. ده خليني أسألك رأيك إيه في تعيين جوزوالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي الكبير على رأس الجهاز الفني لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة؟ أنا بالنسبة لي أنا لم أعمل معه من قبل، لكن كل المعلومات التي لدي تقول أنه مدرب رائع، مدرب كبير، وأعتقد أنه يستطيع أن يفعل أفضل الأشياء مع النادي، وأتمنى له حظ جيد مع النادي. هل لديك الحماس مرة أخرى للعودة لنادي الزمالك في المستقبل؟
أعتقد أنني تحدثت ذلك عن ذلك في مرة سابقة، وأعتقد أنني أنا بالفعل أنا أكبر مشجع للزمالك الآن، لكن أعتقد أن عودة للزمالك لا أعتقد ذلك، لأنني أبحث عن تطوير مستواي وتطوير مستقبلي، لكن أنني هذا لا يعني أنني لا أشجع الزمالك. هل كان لديك أي عروض مصرية من أندية مصرية أخرى في الفترة الأخيرة؟ نعم، لكن لا أريد أن أذكر الأسماء، لكن حدث العديد من المحادثات، وسامحني لن أذكر الاسم، وتناقشنا كثيرا، وبعد ذلك كان العرض الذي حصلت عليه هنا، وبالتالي في بعض الأحيان أحصل على العروض، لكن حدث أن أتيت إلى هنا في النهاية. وقت تواجدك في نادي الزمالك، مين كان أفضل مدرب حسيت بالانسجام معاه وكان قادر بشكل كويس يطلع كل إمكانياتك؟ أنا لعبت كثير من المدربين، وكثير منهم من المدربين الكبار. أنا لعبت مع تمرنت تدربت معه إيهاب جلال، وعملت أيضا مع كروس. وأعتقد أن كان هناك الكثير من المدربين الجيدين، وأيضا يوجد كان كارتيرون في الزمالك أيضا، إنه مدرب رائع، وباتشيكو أيضا. أنا لعبت مع مدربين رائعين، لكن عندما كنت أنا شعرت أنني على راحتي مع إيهاب جلال، أعتقد أنني كانت أفضل فترة لي. طيب وكروس، طيب أنت اتكلمت أن كارتيرون مدير فني رائع، طب تفسر بإيه تراجع نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة لكارتيرون مع نادي الزمالك؟ هذه هي كرة القدم، يوم تذهب إلى السماء ويوم آخر لا، وهذه هي كرة القدم. مين كان أكتر لاعب في الزمالك بتاخد منه أسيست حلو؟ أعتقد أنني لعبت مع أفضل اللاعبين في الزمالك، حتى أقول لكم أن كلهم لاعبين جيدين وجميعهم وكانوا بالفعل لديهم خبرة كبيرة، وليس لاعب واحد فقط، وزيزو وأوباما مثلا كانوا يقومون بتمرير، ومحمود علاء والوينش كانوا يقومون بتمريرات رائعة، وخاصة زيزو، لأنهم بالفعل لاعبين جيدين جدا، وكانوا بالفعل يتعاونوا جيدا معي. هسألك على مواجهة منتخب مصر القادمة أمام المنتخب السنغالي، كونك قعدت كتير في مصر وأكيد تعاملت مع كثير من اللاعبين، وأكيد كمان تشاركنا كجماهير مصرية طموحنا وأحلامنا في الفوز على المنتخب السنغالي، توقع إيه لهذه المواجهة وشكلها يكون عامل إزاي؟ أعتقد أن لن تكون مباراة سهلة، لأن عندما لعبت مصر ضد السنغال في النهائي أن مصر لعبت مباراة جيدة لكن لم تستطع الفوز. أعتقد أن مصر سوف تواجه صعوبة كبيرة في المباراتين، وستكون مباراة صعبة على الفريقين. النادي الأهلي طبعا كان المنافس الرئيسي لنادي الزمالك، وأكيد عارف ده كويس. مين لاعب في النادي الأهلي كنت تحب تلعب جنبه وقت ما كنت في نادي الزمالك؟ الأهلي لاعب كبير، لديه لاعبين كثيرين رائعين، ولديهم بطولات كثيرة. أعتقد أن لن أذكر اسم محدد، لكن هو فريق رائع في المجمل. هي اكتر مباراه تفتكرها كويس قوي حسيت ان انت عملت فيها اداء عظيم مع نادي الزمالك خلال تواجدك مع الفريق؟
هو أعتقد أن مباراة سموحة في النهاية كانت أفضل بطولة مباراة لي. هل تتوقع أن نادي الزمالك هذا الموسم يفوز بالدوري بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ أعتقد لأنه الزمالك هو فريق كبير وهو غادر البطولة بهذه الطريقة والآن هو لديه مدرب رائع، أعتقد أنهم يستطيعون الفوز بالدوري المصري. الناس تتحدث عن مشكلة في عمق الهجوم في نادي الزمالك، هل ترى هذه المشكلة موجودة؟ أعتقد أن الزمالك لديهم مهاجمين رائعين ونراهم دائما وأنهم يلعبوا منذ فترة طويلة معهم، وكما قلت لكم أن لديهم مدرب جديد الآن وسوف يعمل على هذه المشاكل ويقوم بحلها. لو قلت لك اختار لي اسم واحد بس شايفه الأفضل في الكرة المصرية حاليا بما أنك متابع جيد للكرة المصرية حتى وأنت محترف في الدوري التركي. سوف أتحدث عن شيكابالا. شيكابالا، طيب عايز أسألك كمان عنك أنت بقى شخصيا، المرحلة دي مع فريقك التركي بولو سبورت ماشية إزاي؟ إن الأمور تسير بشكل رائع الآن وكل ما تمنيته يحدث الآن وألعب بطريقة مستمرة. أنا ويبقى لنا 12 مباراة حتى الآن. والأهداف؟ فقد قمت بتسجيل 11 هدف. 11 هدف مش 11 مباراة. الكونغولي كامون كاسونجو لاعب نادي الزمالك السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الظهور معنا في برنامج رقم 10.